متهم جديد في شبكة الابتزاز والتجسس التي ضبطت داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. كشفت عن اسمه النائبة في البرلمان العراقي سروى عبد الواحد في منشور على حسابها في منصة إكس. النائبة أوضحت أن اسمه جهاد، يدعي بأنه مستشار رئيس مجلس الوزراء ويستخدم اسمه ومنصبه المزيف لتهديد النساء وإهانتهن. محمد جوحي الذي زور وهدد وأرسل أخباراً مفبركة إلى النواب ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة، فهناك شخص اسمه جهاد يدعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء، والآن يجري التحقيق معه أيضاً بسبب إساءته إلى رئيس الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، والقضية الآن أمام القضاء. النائب العراقي مصطفى سند أوضح أن رئيس الشبكة يدعى محمد جوحي، وكان معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب. وسائل إعلام عراقية ذكرت أن المتهمين اعترفوا بأعمالهم وسط ضغوطات عدة تمارس لإخراجهم، لكن القاضي المكلف بالقضية لم يستجب لتلك الطلبات. وضجت الأوساط السياسية والشعبية العراقية منذ أيام بعد الكشف عن شبكة داخل الحكومة العراقية تضم شخصيات بينهم ضباط اتهموا بالتجسس على هواتف عدد من النواب والسياسيين ومدراء مؤسسات والقيام بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.